السلام عليكم، صباح الخير واهلا وسهلا بك. صباح الخير، شكرا. صباحكم عليك. مبروك. الله يبارك فيك، جمعة مباركة إن شاء شكرا الله. شكرا، جمعة مباركة للجميع. نعم، نبداو في الأسئلة اللي توصلنا بها واللي كيسمح بها الوقت، يعني احنا كنتوصلوا بأسئلة وتنحاولوا تماما نشوفوا اللي ما تطرقنالوش بزاف. سيدة كتسول على البشرة ديال الأطفال الصغار الرضع، يعني اللي عاد زادوا لي بيبي صغيرين. قالت لك ديك القشرة اللي كتكون لاصقة في الجسم ديالهم وفي الشعر ديالهم، واش لافازلين مزيانة ليه؟ زيت اللوز أو لافازلين. نعم، بالنسبة للراس لافازلين مزيانة، كتحيد بزاف هذيك القشرة وداك الشيء، تبات على الراس، ومن بعد تغسل له بالشامبوان وداك الشيء كتبدا تطر القشرة سهلة. وعلى الجسم كذلك كتحيد تماما، خاصها تكون فازلين بلا ريحة بلا حتى شي حاجة طبيعية. نعم، يعني من الأفضل. أولا خافت ما لقاتهاش تعمل زيت اللوز. زيت اللوز من الصيدليات شريت ليها، ولا لا فازلين من الصيدلية. هذيك تاع فازلين لقات من الصيدلية. الصيدلية كتكون عندها البطاية الزرقاء. غير قبل ما تعطي ديرها لبيبي خاصها تسخنها في يديها، يعني هي في الماء البرودية كتقصح، ديرها في الكف ديال يديها وتحك يديها بجوج مزيان مزيان بحال تسخنهم، عاد تدهن البيبي يكون يديها شوية سخان. باش الا جات تطليها وهي قاصحه ما تتكونش مزيانه. ديك الحليب ديال الاطفال اللي كنديروا زيت الاطفال، يعني من الافضل الفازلين ولا زيت اللوز؟ نعم. السيده كتسول على تساقط الشعر ديالها، هي كترضع وعندها تساقط كثيف في الشعر. هذا التساقط طبيعي، يعني من بعد حتى تحس تقدلها الهرمونات ديالها، رجعوا كل حاجه تترجع لمحلها، عاد كتحبس ديك التساقط. اذا بغات تخفف منه تخصها طيب الزير والزعتر والحريقه الى لقاتها، لان دابا كاينه في كل بلاصه في الطريق. المهم تعمل طبخهم، ما عندهاش حريقه طبخ غير هادو بجوج، الزعتر وازير، يطبخو مزيان داك الماء ديالهم، تعملو في الشامبوان ديالها نص بالنص، تخلطو تبقى تغسل به شعرها، والماء ديال والماء ديالو تشلل به اخر تشليله، يعني شويه منه تماماً في الماء ولا غير الماء ديالو؟ لا تخلط نص. نعم. نص، يعني بحال دابا عندها نص كاس، تعمل نص كاس ديال هذا ونص كاس باش يكمل لها كاس تقوي على شعرها في الاخر. اخر بصح ما تعملش الماء من بعده. نعم، هذا تيشد مسام ديال الراس ديالها وشويه تيوقف تطيح، يعني عطى نتائج بزاف الناس. نعم تيوقف، ولكن هي عندها تساقط كيف ما قلنا مرتبط بتغير الهرمونات. ولكن تساعدوا شويه باش نساعدوا. نعم. السيده كتسول قالت لك تتغسل شعرها من بعد نهار ولا يومين تترجع ريحته ماشي زويونه، ريحه خايبه في شعرها. كاين هذاك ذاك الافرازات ديالها فيها مع الاسف هرمونيه، فيها رائحه، فخصها توصل راسها وتشليله الاخرى، تعمل شي حاجه فيها لي زويل اسونسييل بحال دابا ديال خزامه او ديال شي حاجه اللي رائحتها نفاذه، تتشلل بها الشعر ديالها، تتعطي واحد الرائحه مزيانه، وخصو توصل جوج مرات في الاسبوع. نعم، واخا تيكون شعر ناشف تي وكاين راه كاين عطور تتباع خصيصا لهذا الشيء، سميتها لي بارفان دو شوفو ديال الشعر، روائح خاصه بالشعر كترش عليه على الاقل ديك المده ديال 3 ايام اللي ما توصلش. نعم، وكل 3 ايام توصلوا. نعم، غنتوقفوا ملك اللحظات ونرجع من جديد. مستمعينا الكرام، وتحيه للسيده ملكه مناصف خبيره التجميل بمدينه رباط. سيده ملكه، نعود لاسئله المستمعين والمستمعات. السيده كتسول كاينين كريمات ضد التجاعيد وماسكات ضد التجاعيد اللي قدمنا، وخصوص الكريمات اللي كنشريو ولا اللي كيعطيو منا الطبيب، كاين ضد البقع وكاين الكريمات المرطبه. تيقول لك ديري، الطبيب تيقول لنا نديرو الكريم مثلا ولا كيف مكتوب عليه على البشره نظيفه، واش منين نظفوا البشره ومنين كنديروا الماء دائما كتقول لنا الكريم المرطبه، يعني شنو هو الترتيب اللي نديروا به هاد الكريمات؟ مثلا اللي عندنا كريم ضد شي حاجه للعلاج والكريم المرطب، واش ضروري قبل منها ولا لا غيحيد المفعول ديالها؟ لا، ما عمرنا ما تنعملوا جوج كريمات متراكبين، تنعملوا كريمه واحده فقط، يا اما الصباح يا اما في الليل، هذا هو التريتمون، الصباح المساء الصباح والمساء. فتنعملوا المرطبه خصوصا في الصباح. نعم، اي حاجه عطاها لك الطبيب ديال التريتمون اما بقع او هذا تتعمل بالليل،
باش البشره كترتاح في الليل وكتمتص هذاك التريتمون اللي كتعملي لها. وفي بعض الاحيان تتكون ما خصهاش الشمس خصوصا ديال الطبيعي، نعم خصها تضرب الشمس على داك الكريم اللي عاملاها في وجهك، وتتكون بعض الاحيان ميدمع ما تمكنكش تحمليها في النهار. نعم. فلهذا الكريمات ضد التجاعيد هي ميدمع بزاف تخصها الليل، الكريمات ضد البقع تخصها الليل، اما الكريم المرطبه فخاصه بالنهار. تمام. ما تنركبوش كريم على كريم، ما عدا الكريم المرطبه تنديرو فوق منها ليكرون هذاك الواقي ديال الشمس هو اللي تنعملو فوق ان كريم، كنعملوش فوق البشره مباشره. نعم. يعني دابا الواحد من يغسل وجهه في الليل غيدير الكريمات مثلا ضد التجاعيد ولا ضد التجاعيد، اما ضد البقع اما ضد اي حاجه هما تخدمهم تعطيك طبيب او اللي كتبغي تطريطي بهم البشره ديالك. نعم. اما النهار فهو خاص بالترطيب ان شاء الله. يعني ما تتكون كافيه ديك الكريمه؟ كافيه. يعني الوحده غتغسل وجهها وغطلي ديك الكريم سواء ضد التجاعيد او ضد البقع الا ما بغاش مشاكل. نعم لا شكرا، هذه ضروري خص الواحد يعرفها باش تخلط في مشاكل او لا تقلبيهم تبقى ديري ديال الليل في النهار وفي النهار ديال الليل داكشي تيبقاو مشاكل البشره. بعض المرات غير هاد التخليطه هذه يمكن تحيد المفعول ديال داك الحاجه اللي كان تماما وحده كتحيد المفعول الاخرى. نعم. سيده كتقول لك عندها الوليد صغير يعني 7 سنين 8 سنين كيدير الجال على الشعر ديالو، واش عنده تاثير سلبي على الشعر؟ لما يدخل خصو يغسل راسو كل يوم يغسل شعره، إلا ما تيغسلوش تأثر طبعا على الشعر. وبالنسبة للأطفال الصغار كنظن إذا كانوا صغار على حسب العمر، ما عرفتش عمر سبع سنين ثمان سنين تيعملوا هو هذاك الجيل تيتعمل غير فوق الشعر، تيديروا غير شعرهم ما تيوصلوش للجذور. نعم. فلهذا ما عندوش تأثير كبير، يعني غير مجرد يغسل شعره في الليل كل مرة من اللي يدخل بالليل يغسلو ويمسحو، وهو كثرة الغسيل ما مزيان شيء، ولكن شنو غادي تعمل هذا؟ نعم يعني هذا الوقت وشنو تغسلو شعرو ماشي بالشامبوان، ماشي ضروري يكون نهار بالشامبوان، نهار يعمل شامبوان نهار ما يعملش، وتاخذ الشامبوان ديال الأطفال يعني اللي ما تأثرش. ما فيش مواد كيماوية كبيرة. ما فيش مواد كيماوية. نعم. السيدة كتسول بسؤال هذا تكررناه شحال من مرة، إزالة الشعر من الوجه. يعني الطرق ديال إزالة الشعر. واش الطرق ديال إزالة الشعر سؤال والطرق ديال إزالة الشعر في مرة يعني ديفينيتيف؟ نعطيوهم لها بجوج أمريكا وتختار إزالة الشعر كاين عدة. يعني شنو محببة للوجه؟ بالنسبة للوجه كاين بالشمع يعني بلا سير. وما تنصحش النساء يعملوه لأن مع المدة غادي يندموا علاش بقاو تيحيدوه بلا سير او لا باي طريقه، والخيط كذلك والخيط اكثر يعني منه لان تيقطع الشعر يعني بحال الزيزوار. لما تيعملوا هذا الشيء لوجههم يعني في الحناك ديالهم غادي يتكاثر لهم الشعر، وغادي يبقى فين ما تيقيسهم شي حد في الوجه تيتك ما تيبقاش الوجه رطب. فلهذا احسن طريقه تنقولها هو يعملوا اللازر، يمشيو عند طب لازر تيتعمل عند الطبيب، المرأة ما تيتعملش عند شي محل من غير الطبيب الجلد. تيعمل لازر عندها سيونس مرة في الشهر أو مرة في الشهرين عاد تينبت لها الشعر وتيتحيد في مرة. أما إلا كانت تحيدو كل مرة بالشمع كل مرة راسها أو في الصالونات ديال التجميل فهذا تيؤدي إلى واحد الزغب يعني قاصح وغليظ وكتعطي قوة من بعد وكيبقى وجهها حرش ويبقى فيه يعني وتيتحرق ويمكن يولي كحل ويمكن عدة مشاكل مع المدة. نعم. يعني الأفضل طريقة يعني عدة مشاكل يمكن حتى ديك لاسيغ خصوصا داك الشمع ملي تكون باردة لاسيغ نعم حتى ديك التجبيدة يمكن مع الوقت ترهل البشرة تدير تجاعيد. ماشي هذاك هو المشكل، أكبر مشكل هو الشعر كيفاش كينبت قاسع تيتوك يعني غليظ كيغلاض والمدة قليلة اللي كتكون فيها فرحانة. نعم. عندها أسبوع عندها ثلاثة الأسابيع ديال المشاكل. نعم. يعني ما غينفعش يتحيد حيت باقي قصير ما غيتقبلش احسن حاجه اللي بغات تبدا تحيد تبدا باللازر احسن حاجه وتتحيد لها من سنه صافي ما تيبقاش عندها يعني بصفه نهائيه نعم حتى الا بقاو شي شعيرات يعني ثلاثه او اربعه ولا شي حاجه هذوك ساهلين كتحيدهم بلا بانس مثلا.
نعم سيدة كتسول واش مثلا بعد حصص الرياضة تدير الرياضة، ولا كاع السيدات اللي كيديروا الرياضة بعد حصص ديال الرياضة واش كاين شي حاجة مثلا يديروها باش تبقى البشرة ديالهم مزيانة ومشدودة؟ واش البشرة ديال الجسم او ديال الجسم؟ ديال الجسم مالك. الجسم خصو ليدغاتاسيون، خصو الترطيب، ترطيب نعم دائما ترطيب. ولهذا كاينين حليبات خصوصا معروفين الحليب، حليب الجسم دائما خصها تكون قاعده من بعد الغسيل ومن بعد اي صابون ومن بعد اي دوش، الواحد يدهن الجسم ديالو باش تبقى المرطب. نعم تيترطب حتى هو بحال الوجه، الا ما رطبتيش تتنشف وكتحراش وكت يعني ما كتبقاش زوينه، ما تبقاش البشره ما تبقاش زوينه. كنلاحظوا يعني فقط الحليب كافي، الا كانت البشره ناشفه بزاف بزاف يعني حتى تتودي الى قشور ولا شي حاجه، زيت احسن يديروا واحد الزيت متكونه من زيت اللوز، يعملوا زيت اللوز يمكن لهم يعملوا فيها واحد الرائحه كاين معطره اما ديال الخزامه ولا شي حاجه قطرات فقط فيها ويخلطوها تتعطي واحد العطر مزيان، او لا دير منها شويه من العطر ديالها او شي حاجه يمكن لها تخلطوا مع الحليب. زيت اللوز الحليب ديالها ديال الجسم هذه البشره اللي ناشفه بزاف، وتعمل بعض القطرات الا كان الحليب ديالها ما فيش واحد الرائحه يعني جيده ولا مزيانه بحال اللي بغات. نعم بالنسبه للحليب مليكة منين ذكرنا يعني باش شنو النوع اللي نختاروا؟ كاينين انواع في السوق، كاين من 10 دراهم، كاين حتى ل 100 درهم، حتى ل 200 درهم واكثر، يعني واش الثمن تيحدد؟ انا ما تنصحش، وتتعرفيني تنبغي احسن حاجه للجسم الانسان. انا ما نقدرش ندير واحد الحليب وهو ثمنه 10 دراهم، لان غادي نعرفوا ما مصنوعش من مواد مزيانه، المواد مزيانه معروفه انها غاليه شويه. فلهذا احسن ما ممكن نهديو للجسم ديالنا وهو كريم على الاقل من الصيدليه اللي هي مضمون الانتاج ديالها ومضمون هذا الفعاليه ديال هذاك سميتو. نعم واخا نلقاو نفس المنتوج اللي كيتباع في الصيدليه، هذا على حسب كل واحد وشنو غلاوه جسمه. نعم امريكا كاين بعض المرات كنلقاو نفس المنتوج يعني نفس السميه نفس الامبالاج نفس الحك كيتباع في الصيدليه بثمن، وكيتباع برا بثمن. اكيد بعض المرات كيكونوا دي زيميتاسيون تقليد، يمكن يكون فاتوا الوقت، فات الوقت ولا تيكونوا تقليد. نعم يعني من الافضل الواحد يتحرر المكان، الواحد يقرا دائما التاريخ، تاريخ الحاجه اللي ما فيهاش التاريخ راه مسوحه او فيها شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. نعم. يحضر راسه. نعم السيده كتسول على الموضوع اللي كنا تطرقنا له الاسبوع الماضي ما قبل الماضي، كنا قلنا بان الثلج اللي كيدار في المحيط ديال العيون، قالت لك واش مثلا غنغسلوا وجهنا ونديروا الكريم المرطب غنديروا الثلج يعني الثلج والترطيب؟ لا خصنا نديروا الثلج قبل ما نديروا حتى كريم، بحيث يلا بمجرد ما نغسلوا وجهنا ندوزوا داك الثلج على حسب واش بغات الثلج على الوجه او لا على المحيط العين. محيط العين ما قلتش الثلج، قلت هذوك القطن البارد. نعم القطن البارد لا تنحطوه قبل من اي كريم، كيكون الوجه مغسول كنحطوا هذاك القطن حتى تيسخن حتى ياخذ الحراره ديال الجسم، وتنحيدوه وتندهنوا وجهنا ما تنغسلوش. نعم. وتندهنوا وجهنا عاد بالكريم المرطب والعينين حول العين كذلك. نعم مريكا هذا الشيء اللي كيسمح به الوقت ديالنا، شكرا جزيلا على رحابه الصدر ديالك. لا شكرا على جزيك بخير. مستمعينا مرحبا بكم معنا ضمن فقره التغذيه، معنا مباشره على الخط الاستاذ نبيل العياشي اختصاصي في الحميه وفي التغذيه بالمستشفى الجامعي ابن سينا مدينه الرباط. استاذ صباح الخير. صباح النور اخت جيله. اهلا وسهلا، جمعه مباركه ان شاء الله بالصحه والسلامه. السلام عليكم والطاقم التقني والسلام السميع ان شاء الله. اللهم امين. استاذ الملاحظ ان الناس ديال الدول الاسيويه الشينوا الياباني عندهم الناس الكبار في السن يعني كيتمتعوا حسب يعني اللي كنشوفوا اللي كنقراو تيتمتعوا بصحه جيده، يعني فوقاش نوصلوا حتى حنا لشيخوخه بصحه جيده؟ يعني الواحد يتقدم في السن ممكن يشرفوا الاعضاء ديالو ولكن يبقاو فونكسيونيل يبقاو خدامين يعني على قدر جهد سنهم بلا ما يكونش الانسان في امراض خطيره. شفنا نقاط مختلفه في هذا الموضوع، هذا نواصلوا حديثنا، اعطينا خلاصه الموضوع شنو نديروا شنو ما نديروش. نعم فعلا يعني باش نجاوب على النقطه اللي شدتي لها، يعني نقطه مهمه يعني فيما يخص الاسيويين، يعني عندهم معدل السن اولا هو مرتفع، وثانيا تيبقاو في صحه جيده. فهذا بكل بساطه يعني اولا كاين هناك
كان هناك مجموعه ديال العوامل، على راسها الجانب اولا هم اولا كان هناك الحركه يعني تتحركوا بشكل كبير، ثانيا كان هناك الجانب الغذائي ومن تنجيو نحلوا يعني العادات الغذائيه اللي هما بقاو محافظين عليها بشكل كبير، يعني مقارنه يعني حنا مثلا سمحنا في العادات الغذائيه ديالنا، ولكن من تنجيو نشوفوا يعني الاسيويين يعني باقي محتفظين اولا على تناول الارز بشكل كبير وخصوصا الارز الكامل. نعم تناول الاسماك من جهه ثانيه، من جهه ثالثه تناول الاعتماد على تناول الاعشاب وخصوصا شرب الشاي، يعني كنشوفوا بانهم تيشربوا الشاي بشكل كبير، والشاي يعني شفنا في عديد من الحلقات قلنا بانه مضاد للاكسده، وهذيك مضادات الاكسده تساعدنا باش نحاربوا مجموعه ديال الامراض اولا، وهي مضاده للشيخوخه، يعني مضادات الاكسده هي يعني تخلي الشخص انه دائما يبقى عنده واحد الحيويه وواحد النشاط، وبالتالي فادخال مضادات الاكسده لجسم الانسان فهي نقطه اللي هي مهمه. كاين كذلك هو الاعتماد كيف ما قلت على الحبوب الكامله، وهذه نقطه اللي هي مهمه، وتنعرفوا بان المغاربه في العادات الغذائيه ديالنا كانت عندنا الحبوب الكامله، يعني كان الخبز ديال الشعير او الخبز بالنخاله ديالو الى اخره، كانت القطاني، وبالتالي الان للاسف ما بقيناش نشوفوها، يعني فربما الناس غادي يسحب لهم بان هناك فرق عاد، يعني ما كاينش هناك فرق ما بين الخبز الكامل والخبز الابيض، فهذا خطا، يعني تناول الخبز الابيض هو مش كنقول لا فائده فيه، ولكن فيما يخص الجانب ديال الاملاح المعدنيه والفيتامينات فهو فقير لهذه المكونات هذه. فالخبز الابيض تبقى شنو فيه؟ تبقى فيه نشويات، تبقى فيه نسبه ديال البروتينات لا غير، في حين ان الخبز الكامل يعني اللي هضرنا الخبز ديال النخاله او خصوصا الخبز ديال الشعير فهو غني بالفيتامينات، خصوصا فيتامينات المجموعه باء، وغني بالمغنيسيوم وغني بالبوتاسيوم وغني بالفوسفور، وبالتالي فمن تنجيو نقدروا القيمه الغذائيه ديالهم جوج فاكيد ان لا علاقه، لان تقريبا الخبز الابيض تفقد تقريبا 80% ديال الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي تتمشي، اللي كاينه فرق ما بين الخبز الاسود والخبز او الخبز الكامل والخبز الابيض. فهنا ملي تنجيو نشوفوا لان وحتى في التسميه، يعني حتى لان ملي تنجيو نشوفوا الاسم اللي تطرح اللي تعطى الخبز الابيض، يعني ان في الجانب ديال البيع والشراء الناس الشركات الكبرى تهمل الفلوس، فتنشوفوا ان الاخر سميتو الخبز الكامل. نعم كومبلي نعم كومبلي الخبز الكامل بهذا الكلمه كامل، فمن تجي نشوفوا الاخر سميتو الخبز الابيض، يعني ما سموش الخبز ناقص، لان نعم مخصو يكون سميتو الخبز الناقص ماشي الخبز الابيض. فلماذا؟ لان باش ما يكونش هناك الناس باش ما يعرفوش، لان الناس يسحبوا بان الخبز الابيض راه شيء اللي هو جيد، ولكن مثلا الفرنسي تيقول لك توسكي بلون ني با فورسيمون دافاري، يعني ماشي اي حاجه اللي لونها ابيض راه حاجه مزيانه، فيعني خصنا نعرفوا بان التناول ديال الخبز الكامل نقطه اللي هي مهمه ونقطه اللي هي ضروريه ومريحه يعني بالنسبه للناس، خصوصا من اجل تفادي مجموعه ديال الامراض. وهنا بطبيعه الحال الامراض اللي كتصيب الانسان في الشيخوخه واللي بدينا كنلاحظوها كترجع حتى الشيخوخه رجعت كتهبط، يعني ما بقاتش الشيخوخه ديال السبعينات رجعت الشيخوخه ديال الخمسينات. اكيد اكيد، يعني فالخبز انت ناخذ الخبز كامل، يعني فقلت انه غني بالفيتامينات غني بالاملاح المعدنيه ولهذا غني بالالياف الغذائيه، وهذه كلها مكونات غذائيه لتتقينا من امراض السرطانيه اولا، من امراض السمنه ثانيا، من ارتفاع نسبه السكر ثالثا، من ارتفاع الضغط الدموي رابعا، تتقينا من امراض السرطانيه خصوصا ديال الجهاز الهضمي، تتقينا ضد القبض والكونستيباسيون. فملي تجيو نشوفوا يعني هذه المشاكل هذه كامله يمكننا نقللوا من خطر الاصابه ديالها فقط عن طريق تناول الخبز الكامل، ونعود الخبز الابيض بالخبز الكامل. فيعني تخيل لو اننا هاد النقط كاع كلها اللي شدنا لهذا الاسبوع نطبقوها يعني في حياتنا، فاكيد اننا غنقصوا بكميه كبيره جدا خطر الاصابه بمجموعه ديال الامراض، يعني زيت الزيتون، الخبز الكامل، الفواكه الجافه، القطاني، ونبتعدوا على الامور الاخرى. فتنظن ان الساده المستمعين الان غادي يفهموا علاش ولا عندنا انتشار ديال مجموعه ديال الامراض بشكل كبير، لان هاد النقط هذه للاسف كيف ما قلت ما بقيناش نعتمدوا عليها ما بقيناش ناخذوها، ولكن يعني عوضناها بامور اللي هي غير صحيه وغير جيده. فالناس اللي تيبقاو يقولوا لا يجب الابتعاد عن شرب الشاي راه تسبب مشكل ديال فقر الدم، فهذا خطا، هذا ما بقاش الان معمول به في الجانب العلمي وفي الجانب يعني الطبي، ما بقاش معمول به. شكون اللي خصو يقلل من شرب الشاي؟ وتنقول يقلل ماشي يبتعد عليه نهائيا، هما الناس اصلا اللي عندهم فقر الدم تيخصهم يقللوا من شرب الشاي، لان حتى شرب الشاي هذا هو المشكل، لان الناس للاسف ما تيكونوش عارفين وتيبقاو يعطوا معلومات خاطئه. فشرب الشاي اصلا تيتم في الوجبات اللي ما فيهاش الحديد، فشرب الشاي تنشربوه اصلا في الوجبه ديال الافطار او لا في الوجبه اللي كنا غنشربوه في العشيه. فالفطور ما كاينش هناك حديد، يعني تناخذوا الخبز زيت الزيتون اتاي ما كاينش هناك حديد. نعم
ما غنبقاو 4 ولا 5 ولا 6 ساعات ما بين الفطور والوجبه اللي غتجي من بعد، فتيكون الشاي صافي مشى ما بقاش كاين على مستوى الجهاز الهضمي، صافي وقع له عمليه الهضم وقعت له عمليه الامتصاص الى اخره. ولكن الناس اللي تيكون عندهم مشكل ديال فقر الدم تنصحهم باش ما يشربوش الشاي مباشره من بعد الوجبه، في حين ان الشاي يعني هو شراب اللي يجب خصنا نشربوه، لان كيف ما قلت نظرا للفوائد ديالو فهو مهم كذلك جدا. وتقولنا وتنعاود كده، فالشاي هو مضاد للسرطان، يعني تيقينا من الامراض السرطانيه بالاضافه الى الامراض ديال اللثه بالاضافه لامراض الاسنان. لماذا؟ لانه غني بالفليور، ولكن فقط كيف ما قلنا في مجموعه الحلقات هو الابتعاد عن ما يكونش فيه سكر وما يكونش حلو. فبعجاله يعني بخلاصه الا بغينا يعني فخاص الساده المستمعين اللي بغيت الميساج اللي خصو يجوز الاخت جليله هو ان ما كاينش هناك عصا سحريه غادي نجي وغنديروا نقيسوا الشخص وغادي يولي ما فيهش مرض وغيولي تيتناول مزيان وغيولي ما خصنا نبذلوا مجهود. هذه النقطة اللي خصنا نعرفوها، يعني صحيح ان كاين هناك يعني بعض الامور اللي الانسان تيتشهى الى اخره، هذا ماشي عيب. حنا ما تنقولش الناس نعاود نكررها المرة الالف ما تاكلوش، لا، ولكن نقللوا من التناول. نرجعوا هذيك هي الاستثناء، يعني ذاك الشيء الخايب نخليه استثناء في الاكل ديالنا. يعني حنا عارفين انا صعيب باش نقولوا الناس ما تاخذوش بطاطس مقليه، ولكن الا انا غناخذها مره في الشهر او مره في ثلاث اسابيع ماشي مشكل، نقدروا نتقبلوها ماشي مشكل، ولكن باش تكون تتخذ يوميا لا، هذا خطا. يعني يجب الابتعاد ما امكن على المأكولات المقلية في زيت، المأكولات الاصطناعية، يجب الاكثار من تناول المأكولات الطبيعية، خصوصا اللي ذكرنا خلال هذا الاسبوع، يجب القيام بالحركة والابتعاد. يعني النصيحة الأولى اللي عطينا خلال الاسبوع بالنسبة للناس ربما اللي ما سمعوناش، يجب الابتعاد عن تناول الوجبات إذا ما كانش فينا الجوع. يعني تنعاود نقول ربما نكتفي بوجبتين في اليوم، فهذا كافي وضروري ومفيد بالنسبة للجسم ديالنا، أحسن من أننا ندخلوا أغذية اللي هي غير صحية وندخلوا للجسم ديالنا أغذية طيلة اليوم. يعني وكاين نقطة أخرى أخت جيلة هي الصيام، يعني الصيام الإنسان يحاول ما أمكن أنه يصوم، ينوي فيها الأجر الله سبحانه وتعالى وينوي فيها الصحة للجسم ديالو، لأن صوموا تصحوا، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الآن علميا صحيح علميا اللي هو ثابت. فاحنا ما تنهضروش فقط على الصيام خصو يكون خلال رمضان، ولكن خصو يكون كذلك خارج رمضان باش نتخلصوا من السموم ديالنا وباش نعطيو راحه للجسم ديالنا. حنا تنعرفوا بان يعني اي شيء اللي تعطيه راحه من ترجع يخدم تيخدم بطريقه افضل وطريقه احسن. فنفس الشيء بالنسبه لاعضاء الجسم ديالنا خص يكون عندها راحه، وداك الشيء هذا هو المغزى. داك الشيء علاش قلنا ان ماشي ضروري اننا نتناولوا ثلاث وجبات رئيسيه في اليوم، يعني وجبتين او لو وجبه رئيسيه وجبه ثانويه في المساء غيكون افضل احسن من تناول ثلاث وجبات ولا اربع ولا خمس وجبات في اليوم، لان هذا تيشكل خطر اكثر ما تيشكل منفعه بالنسبه للجسم ديالنا. وبطبيعه الحال القيام بالحركه تبقى مساله اللي هي ضروريه، خصوصا الان يعني الحمد لله الخضوره كاينه، الطبيعه الحمد لله موجوده في المغرب، الجو مزيان، فنحاولوا نغتنموا هذه الفرصه ونحاولوا نبداو ندخلوا هذه العاده لوليداتنا، ندخلوها في البيوت ديالنا. يعني فعاود ما مثلا جوج نساء غيتلاقاو باش يبقاو يتفرجوا في مسلسل فيتلاقاو، الحديث يكون خلال القيام بالحركه وخلال القيام بالمشي، فهذا غيكون تنظن افضل وانفع للجسم ديالهم والمجتمع ككل. يعني نحاولوا ما امكن دائما، يعني الساده المستمعين تطلب منهم انهم يحاولوا ينشروا هذه المعلومات، لان الهدف هو اولا بلادنا المغرب اللي تنبغيو بزاف، الشعب المغربي كذلك اللي تنبغيو بزاف، لان الكل الان اصبحت عالميا ما بقاش هناك ولات اسلحه متطوره، فبين هذه الاسلحه هي الدماغ ديال الانسان وتكوين اجيال صاعده، تكوين علماء، وما يمكنناش بطبيعه الحال نكونوا اجيال اللي غيمكنها تنافس في المجال العلمي لو ان للاسف الخط بيننا وبين ما بقيناش كنسمعوكم. تحيه عطره مستمعينا الكرام ومرحبا بكم معنا في طبق هذا الصباح هذا اللي غناخذوه من مدينه الرباط من عند بشرى. صباح الخير بشرى ومرحبا بك. صباح النور لاله جليله، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. جمعه مباركه مسعوده. علينا وعليك الله. الله يطول عمرك يا حبيبه، بارك الله فيك. بارك الله فيك. بسم الله نديروا كاينه واحد الطنجيه بالعسل وسكينجبير طري. طنجيه هي وقاسي بالرباط. الرباط هي الطنجيه كنسال انا الناس ضربات فين يطيبوها، لا بغاو يطيبوها. لا لا هذه كطيبوها في الكوكوط، وهي اون برينسيب تاع جينوني حيت فيها واحد الطريقه ديال الكمون انا سميتها الطنجيه. واخا لا تفضلي. بسم الله. عندنا حبيبه طريفات ديال اللحم على حساب اللي بغاو من الفخد ولا على حساب الموجود. يعني شنو الحجم ديالهم؟ واش صغيرين بحال الكباب؟ شويه لا شويه لا لا ماشي بحال الكباب، ديال الطاجين. ديال الطاجين. ديال الطاجين. عندنا زويت تاع العود ديال غنمي بكري على حساب الموجود اللي كاين ما كاين حتى مشكل.
نعم معزي اللي كاين اللي موجود مرحبا تفضلي. عندنا الزيت البلدية الزيت البلدية عندنا جوج بصلات مكعبات جوج ديال بصلات عندنا راس معلقة ديال السمن صغيرة نعم ربطة ديال القزبر ومعدنوس مربطين ماشي مقطعين تفضلي. نص معلقة صغيرة الكمون نص معلقة صغيرة ديال الكمون سكينجبير إلا كان ممكن طري ماذا بينا حتى كتلقى واحد الحموضة ما كانش الناس يديروا ديال اليابس اليابس تفضلي لالا. شي ربعة ديال تريسات ديال التومة ربعة ديال تريسات التوم والملح والبصل بطبيعة الحال الملح والإبصار والزعفران الحر الزعفران الحر واحد نص معلقة ديال راس الحانوت إلا كان ممكن دابا كان باقي عليهم ديال العيد المروزية نعم راس الحانوت غير شوية واحد راس معلقة خذي وقت صافي هادشي اللي كاين في الطاجين نعم عندنا قلتي لنا شوية ديال الحمى السيدات على حسب نص كيلو ربع كيلو كيلو على حسب القياس وحتى الاختيار ديال النوعية واش بكري ولا غنمي ولا المعز كلشي يعني هاد بحال بحال نعم زيت البلدية على حسب الكمية ديال اللحم على طبيعة الحال عندنا واحد جوج بصلات مقطعين الطراف مشلضة مكعبات راس معلقة صغيرة ديال السمن واحد الربطة ديال القزبور ومعدنوس ربطة ماشي مقطعة ربطة نص معلقة صغيرة ديال الكمون عندنا شوية سكينجبير ربعة دريسات ديال الثوم الملح إبزار شوية ديال الزعفران الحر واحد شوية راس المعلقة إلا كان توفر راس الحانوت نعم حيت كيلعب واحد الدور زوين النصيب العادي ديالنا كتقلى كل شيء كنشحروا كاع المقادير ملي كنمرقوا عاد كنزيدوا الزعفران الحر يكون مسخون ونحكوا بين يدينا صافي ونخليه يطيب في كوكوط على عافيه مهيله حتى كيتعلك الخضره ديالو ما تنقفلوش عليه في الكوكوط لا كنشدوا صافي ونخليه حتى كيطيب ويولي غير الدمعه الخضره ديالو كاينه حبيبتي كنديروا تعسيله 100 غرام ديال جوج معالق كبار ديال الزبده هنا قلتي جوج معالق كبار ديال الزبده 500 غرام ديال خيزو شرائح رقيقه اون جوليان رقيق نعم حكوك على الطول نعم جوج معالق كبار ديال العسل جوج معالق كبار ديال العسل عود القرفه قرفه ملح بزار ملح بزار جوج معالق سنيده جوج معالق ديال سنيده صافي شويه واحد الحفنه ديال الكركاع الا كانت موجوده في الدار مهرمشه حفنه ديال الكركاع مهرمش كنشدو المقله ديالنا نعاودو والله ايه حبيبي بالنسبه للخضره اللي غنديروا مع هذا الحمل هذا انا جوج معالق كبار الزبده 500 غرام نص كيلو ديال الخيزو محكوك كنحكوه نشوفوا حكاكا غليظه باش يخرجوا لنا عويده رقيقين ديال رقيقين يكونوا طويلين ما يكونوش مفرتين باش ما يتعجنش نعم هذيك الطريقه ديال الحكان هي اللي غتخرجهم طوالي بالجنب ديال الجزره ما كنديروهاش واقفه كنديروها بالجنب باش تتخرج طوال باش يجيو طوال ومفرزين عندنا جوج معالق كبار ديال العسل واحد العود ديال القرفه شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار جوج معالق ديال سنيده واحد الحفنه ديال الكركاع مهرمش الا كان متوفر ولا ممكن نبدلوه باللوزياك الا ما كانش ما كاين حتى مشكل ماشي مشكل صافي حبيبه كنجدوا المقله ديالنا كندوبوا في هذيك الزبيده مع العسل وكنديروا داك الخيزو كنبقاو نديو في عويه القرفه المهم اللي قامه كامله وكنبقاو نعلقوا السكر سنيده حتى كنحسوا به صافي ذاب نعم عاد كنزيدوا ديك السكر باش كيعطي واحد لا دوغور صافي وكنطفيو عليه ونخلطوا مع الكركاع ونقدموا مع الطاجين نخضروا به يعني واش كيتحط في الطبيصلات كيتحط لا كيتحط من فوق الطاجين كنخضروا به من الفوق محطوط يعني هي الفكره ديال الخيزو هكا مع السكر كتجي غزاله يمكن حتى مع الدجاج ممكن نديروها ممكن مع الدجاج غير هو انا مع الدجاج كاينه فكره اخرى نزيدوها للمستمعات انه بلاصه الخيزو كندير يا اما التفاح يا اما البعويد كنديروه كويرات نفس الطريقة لا ميم شوز الزبدة والعسل وكل شيء غير هو بلاصة العود القرفة يديروا عريش ديال الأزير أنا دابا عطيناهم جوج ديال التخضيرات في بعطاجين واحد قلتي بعويد ولا التفاح يديروا كويرات أزير. أزير مع بلاصة القرفة نديروا أزير نفس الطريقة
عرفتي هي كتجي ممتازه وكتجي شويه همويه. نعم، و يعني في الغالب الاحيان تكون التفاح رخيص وتنشريو غيبقى لنا في الدار، كيبقى بعض المرات كيبقاو ثلاثه ولا اربعه في الثلاجه هكاك، اللهم تقطعيهم كويرات وكنشحرهم بالزبده والعسل وداك الشيء. كويرات هادو البعويض وهذاك كيجي منظرهم ديالهم زوين حيت لا تحكوا شويه كتلقوا الماء. نعم، غنقطعو مكعبات هما ياك مكعبات ولا كويرات اللي عندك ديك المعلقه الصغيره تحيدي ديرو ترديهم بحال دي بول كويرات صغيورين. تبارك الله عليك. وبلاصه العود القرفه ديري عريش ديال الازير، عرفتي كيجي ممتاز طاجين ديال النخوه. الله يعطيك الصحه والصحه والراحه حبيبتي، بصحتكم وراحتكم، الله يطول عمرك يا لاله. الله يبارك فيك وصباحكم مبروك، صلاه على النبي عليكم. شكرا. الله يسلمك يا لاله، بشرى، مع السلامه. سي محمد صباح الخير وجمعه مباركه ان شاء الله. صباح الخير. اهلا وسهلا. لا ديبرسيون الا بغينا نعرفوها نترجموها ونعرفوها استاذ بالملموس لينا حنايا، ماشي بالتعريفات السينمائيه اللي كنعرفوه. هي الامراض النفسيه احنا كلها كنعرفوها من خلال الافلام والمسلسلات ومن خلال شي حاجات اللي يمكن ماشي هي المرض. نعم، هذا الموضوع ديال الاكتئاب موضوع اللي كبير وعريض وفيه بزاف ديال الانواع. خصنا غير نعرفوا بعدا الامراض، ما كاينش مرض الاكتئاب، امراض الاكتئاب فيها عده انواع. امراض الاكتئاب في يعني في الاحصائيات الدوليه وحتى في المغرب كنلقاو باللي واحد 50% ديال لا بوبولاسيون يعني ديال الناس، ماشي نتاع المرضى، 50% ديال الناس مي كتجمع مثلا المغرب فيه 30 مليون، 15 مليون نتاع المغاربه على الاقل مره في حياتهم كيدوزوا واحد المرض ديال الاكتئاب. يعني غير باش هذه غير باش نعرفوا باللي هذا المرض كبير وكبير كبير بزاف. الامراض ديال الاكتئاب قلنا عده انواع، كاينه كتمشي من الاكتئاب المقنع اللي كنسميوه لا ديبرسيون ماسكي الخفيف، حتى كتمشي حتى الحالات الخطيره اللي كنسميوها ديال لا ميلانكولي، يعني الانسان اللي كيوصل حتى الافكار ديال الانتحاريه والاكتئاب، يعني زيدي نوار. يعني الاكتئاب ماشي هو هذاك الشيء اللي كنعرفوا عليه حنايا، واحد الاكتئاب ما فيه وما فيه ما يدير حتى شي حاجه وغير مقلق مع راساته، تنقولوا عليه مكتئب وديما مغوبش، ماشي هو هذا نوع من الانواع، نوع من الانواع. داك الشيء علاش قلت كاين عده انواع، كتمشي من الشكل الخفيف حتى للشكل اللي كيكون كبير، وكاين عده انواع غادي نتكلموا عليها بغير بعجاله. كاين اللي تكلمنا عليه الاول هو هذا الاكتئاب المقنع. الاكتئاب المقنع في بعض الحالات ما كيكونش حتى ديك المساله ديال الحزن، ما تكونش اون بروميي بلون، يعني اون بروميي بلون يعني في الواجهه واش كنشوفوا؟ كاين اللي كنشوفوا عنده شكايه عضويه، كاين اللي يقول لك انا عندي الحريق، كاين اللي عنده مشاكل في الهضم، كاين اللي عنده مشاكل ديال في دقه القلب، كاين اللي عنده مشاكل في النوم، كاين اللي عنده مشاكل في العياء. يعني هادو الانسان ملي كيجي يدوز عند الطبيب الشكايه ديالو ماشي يقول لك انا راني مكتئب ولا مزمن ولا عندي حزن، كيقول لك راه عندي مشكل بومزوي مثلا، كاين اللي كيقول لك انا عندي دقه القلب ولا النخسه في القلب، كاين اللي عنده الحريق في الراس، كاين اللي عنده الحريق ما بين الكتاف. يعني هذاك السبب ديال لا كونسلطاسيون في الاول كيكون الشكل عضوي، ولكن هو في الحقيقه راه مشكل ديال نفسي. وهذا الشيء علاش بزاف ديال الاطباء العموميين ملي كيشوفوا انواع ديال الامراض بحال هكا كيعطيه مثلا في الاولى واحد الدواء اللي هو تاع مرض عضوي، ملي ما كتكونش نتيجه كيعرفوا مشكل نفسي كيوجهوا للطبيب النفسي. نعم. كاين التداعيات النفسيه ديال هذا المرض الاكتئاب المقنع اللي هي هذه المساله بغيت نشير لها لحقاش كتوقع كثيره بزاف، وبزاف الناس اللي كيتفاداو هذا باش يمشيو عند الطبيب اوليو باش يمشيو عند الطبيب، وكنهضر بالخصوص على الشباب على لي جون. الانسان كيبدا فيه هذا المرض ديال الاكتئاب شنو كيدير؟ كاين اللي كيمشي يستعمل المخدرات. نعم. بحال نقولوا الحشيش ولا الشراب ولا مسائل اخرى. المشكل في هذه القضيه ديال المخدرات انه في الاول يعني خصوص في الايامات الشهور الاولى بحال اللي كتجيه كتماسكي هذاك الاعراض، كتخبيهم. الانسان كيمشي كمي الحشيش ولا الكيف ولا الشرف في الايامات الاولى كيضحك به وكينشط كينعس مزيان كيتفتح له الشهيه كيجيب له الله باللي هذاك المخدر اللي كيستعمل راه كيعالجه، ولكن هو في الحقيقه راه كيزيد يعمق المرض ديالو. لحقاش مع الوقت هذوك الاعراض كيتبدلوا، هذاك النشاط كيولي خوف وقلق، هذاك تقول لي مشاكل في النوم، مشاكل في الاكل، مشاكل في يعني واحد الانسان اللي كيمشي يدخل راسه في واحد الدوامه ديال المخدرات
اوليو باش يحل داك المشكل الاول ديالو كيصدق جوج المشاكل ماشي غير مشكل واحد الادمان والمشكل ديال المرض والمرض. كاين واحد هذا الاكتئاب اللي تكلمنا عليه هذا الاكتئاب مقنع هذا حاله ما كتكونش بصفه عامه ماشي خطيره. كاين الاكتئاب كنسميوه حنايا موسمي. كاين بعض الناس اللي العام كله مزيان ملي كيجي الخريف كيجي الاكتئاب. هادو سوسون دي احصائيات اللي كنشوفوهم يعني التفسير العلمي بالضبط باقي يعني كيداروا ديزيد على هذا الشيء ولكن علاش اكزاكتومون ما عارفينش. كاين يعني كل موسم تتعاود نفس الاشياء كاين بعض الحالات اللي كتجي مره في العام كاين اللي مره في العامين هذا اللي كنسميوه الاكتئاب الموسمي لا ديبرسيون بيريوديك. ونسيت باش نركز على واحد القضيه في هذه المساله ديال الاكتئاب. كاين اكتئاب اللي هو كنسميوه ايغو وكاين كرونيك. ايغو يعني حاله حاده ديال الاكتئاب اللي كتمشي ملي كنقولوا حاده يعني كتبقى واحد المده قصيره وكتمشي 3 شهور 6 شهور كتمشي. لا مرضي كرونيك يعني المرض المزمن هو الانسان اللي كيقدر يشد فيه الاكتئاب وكيقدر يجلس فيه اكثر من عامين ملي كدوز اكثر من عامين كنسميوه مرض مزمن. كاين نوع ديال الاكتئاب اللي كيكون بعد الولاده. بعض النساء عادية ما كان تم مشكل بعد الولادة كاللي كتجيهم هذه الحالة ديال الاكتئاب يعني هذا كسميوه اكتئاب بعد الولادة. كاين الحالة ديال ديبرسيون رياكسيونيل الله يحفظ الإنسان كيوقع له شي مشكل في الدنيا كاللي يموت له شي حد كاللي يمشيو له فلوس مانيش عارف يوقع له شي مشكل يعني أي مشكل شي صدمة ممكن شي صدمة هي تقدر تعطينا اكتئاب اللي كسميوه رياكسيونيل يعني ما نشعر بكم باللغه العربيه يعني بحال رد فعل رد فعل رد اكتئاب كيكون رد فعل على شي حاجه اللي كتوقع للانسان. كاين الاكتئاب ديال الشيخوخه تاع الانفولوسيون كاين واحد النوع خاص عند بعض الناس اللي كيكون عندهم شيخوخه كيجيهم اكتئاب. وكاين يعني من فوقاش كتبدا دكتور الشيخوخه واش تبدا على 50 60 70 الشيخوخه هذا سؤال كيما يقولوا ست سؤال هذا كيسيون بياج علاش؟ نعطيك غير مثال دابا الشيخوخه راها غير البكري كنا كنتكلموا على الشيخوخه على 60 عام اليوم في الدول المتقدمه كيتكلموا على الشيخوخه حتى دوز 75 80 عام. نعم يعني كاين على حسب لو نيفو دو في دو شاك بي يعني مستوى العيش مستوى العيش ديال الشعوب على المستوى الصحي ديال الشعوب الشيخوخه اليوم تراجعت ما بقاتش بحال اللي كانت. نعم ولكن الا بغينا نقولوا ما نقدروش نعطيو واحد لاج اكزاكت ولكن يعني اللي مرتبطه بهذا الديبرسيون مثلا هذا ديبرسيون مثلا يسمي مع التقاعد 70 عام ولا مرات التقاعد يقدروا يوقعوا بحال هاد المشاكل. بالنسبه للمرض الكبير الخطير اللي هو لا ميلانكولي الوغ لا ميلانكولي هي الحاله انا بغيت ندخل شويه في الاعراض ديالها هي الحاله الخطيره ديال الاكتئاب هي المرحله اللي كتكون كبيره في الاكتئاب. هاد لا ميلانكولي يعني الاعراض ديالها شنو هما الاعراض ديالها الانسان كيكون مكتئب يعني الحزن باين ملي كتشوفو كما قلتي كتشوف الانسان ماشي غير قضيه الغوبش الانسان مكتئب ما كيتحركش عنده واحد التركيز مؤلم يعني حتى باش يركز على الحاجه كتجيه قاسحه باش يركز عليها. كيكون عنده واحد المشاعر مجمده يعني ما كيضحك ما كي حتى البكا يمكن ما كيجيش بكثره ان المشاعر كتكون مجمده. كيكون انسان متهرب من الاتصال يعني ما كرهش يبقى غير بوحده ما يهضر حتى مع شي واحد. كيكون عنده واحد الالم نفسي كبير يعني كيتالم نفسيا. كيكون عنده واحد التشاؤم كيبقى يشوف غير الافكار السوداويه. كيكون ديك القضيه اللي كنقول جلد الذات انا ما نسواش انا هذه يعني تكون نصبي لوطو ديفالوريزاسيون والفكره ديال عدم الشفاء اللي يقول لك انا ما عمري ما غادي نبرا والانيبيسيون يعني الانسان ما كيتحركش غير جالس في بلاصتو وكتقدر توصل لافكار انتحاريه. هاد الحالات شي مرات كتوصل حتى الحالات هذيان ولا خوف من التكلم. هاد الحالات هادو علاش انا كنركز عليهم لحقاش لا ميلانكولي فيها واحد النسبه كبيره تاع الناس اللي كيمشيو كنسميوه لو باساج لاكت يعني يقدر الله يحفظ يمشي يبغي ينتحر ولا شي حاجه فهمتيني. اذا هنايا ضروري الانسان اذا شاف شي انسان في العائله ولا شي قريب عنده بحال هاد الاعراض يعني انسان كيكون عنده واحد الحاله ديال الاكتئاب كبيره هنا ضروري انه يتعرض على الطبيب النفسي باش واش غير مثلا هاد الاعراض كلها تكون مجتمعه ولا البعض منها فقط ماشي بالضروره تكون كلها مجتمعه
الا شفنا غير واحد 5 ولا 6 الاعراض من هادشي اللي تكلمنا عليه راه الانسان ضروري خصو يمشي يشوف الطبيب النفسي والعلاج موجود. الا ما قدرناش نعالجوها غير بالادويه اللي كيقولوا دو فاسون امبيلاتوار يعني غير في دارو, كاين حلول اخرى, كاين يعني لوسبيتاليزاسيون, كاين يعني على حسب الدرجه ديال المرض فين وصل, على حسب درجه المرض فين وصل وعلى حسب لا ريبونس يعني التجاوب ديال التجاوب دي. الا كان تجاوب سريع مع التريتمون يعني مساله تحل دغيا, ولكن الا ما كانش تجاوب مع الادويه الكيماويه كاين طرق اخرى من بينها لوسبيتاليزاسيون يعني اللي كان ندخلوه للمستشفى, كاين طرق اخرى باش العلاج. نعم يعني بالنسبه لهاد لا ميلانكولي يعني هاد الحاله ديال الاكتئاب اللي كتكون حاده وممكن تؤدي بالانسان للانتحار, واش هي تتكون مرتبطه بصدمه ولا ما معروفش الاسباب ديالها؟ لا ماشي بالضروره, كاين هنا عدة أسباب. كاين لا ميلانكولي اللي كتكون تجي غير كنسميو حنايا اون ديبرسيون اللي كتكون اندوجين. اندوجين يعني هذه واحد الصفة دبلوماسية باش نقولوا ما عارفينش, يعني كتجي بعض الناس كتجيهم هذه الحالة ديال لا ميلانكولي. علاش كتجي لحد الآن ما عارفينش, وكتكون في يعني الخصوصية ديالها كيكونوا سكون لابيل دي فاكتور جينيتيك, يعني كتلقى واحد الحالة وراثية كتلقى في العائلة شي واحد يكون عنده نفس الحالة, هادو كتكون اوندوجين. تقدر تكون رياكسيونيل لشي حاجة وتطور حتى توصل لا ميلانكولي, يعني بجوج الحالات يقدروا يوصلوا بينا لهذه الحاله اللي كنسميوها حنا لا ميلانكولي, يعني كتوصل لواحد حاله الاكتئاب خطيره, ولكن الاغلبيه ديال لي ميلانكولي كيكونوا اوندوجين, يعني ما معروفش السبب, ما معروفش الاخر, وكيكون العامل الوراثي تيلعب دور. انا ملي كنشوفوا عامل وراثي بالخصوص مثلا ملي كتشوف واحد العائله كيقول لك واحد الانسان كان عنده عمو ولا جدو ولا ما عرفتش شكون اللي كان انتحر في واحد الوقت ولا شي حاجه, وكنشوفوه يدير مثلا نفس ماشي كاع مازال ما وصلش الانتحار ولكن كيبدا كيدير هاد الاعراض, هنا هذا كون ابل ان سين دالارم, هنايا مساله خص كتبقى اون اورجونس, حاله استعجاليه باش الانسان يعالجوا هاد الحاله هذه. يعني مرتبطه يعني هاد الاعراض كلهم الدكتور اللي هضرنا عليهم وتكون مرتبطه يعني زمنيا بواحد الحدث عابر, كلنا يمكن نكونوا واحد النهار ما فينا ما نهضروا مع حتى شي واحد, كنا تنجلدوا ذاتنا بعض المرات تنديروا شي حاجه وتيبقى ضميرك تيأنبك ولا ما عاجبكش راسك علاش وقفتي ذاك الموقف. يعني شحال خص هذه المساله هذه تتكرر في حياتنا, شحال تمتد باش ندقوا ناقص الخطر ونمشيو نزوروا الطبيب؟ لا ماشي شحال مره كتمد, حنا نهضروا على لانتونسيتي دو لا مالادي تاع الاعراض, يعني درجه الخطوره تاع الاعراض. مين قلت لك لينيبيسيون؟ لينيبيسيون الانسان يقدر يجلس لك في الدار ما يتحركش 24 ساعه ما يخرجش مثلا, ولا داك الالم النفسي انت مثلا تقولي واش شوف انا واحد الوقيته راه ما كتبت نعم. هذه مزيان هو راه الليل ونهار شاك مينوت كيعاود ليها يعني هاد الاعراض اللي كنتكلموا عليهم راهم اعراض باينه واحد الانسان اللي ما كيتحركش, يعني كيتبدل في الحياه اليوميه ديالو, كيسمح في الخدمه ما يبغيش يمشي للخدمه, يعني ما يبقى عنده الرغبه حتى في شي حاجه, ما يخرجش كاع من الدار, هذوك الافكار كيتعاودوا شاك مينوت. يعني هذه ماشي بحال اللي كنتكلموا عليها دابا انسان عادي مره كتجي ديك الفكره ولا كيكون مقلق شي شويه ولا شي حاجه كتقلقه, ولا كتكلموا على اعراض اللي باينه ما فيهاش الشك, يعني ما فيهاش الشك. بالنسبه لهاد الاشخاص هادو, واحد السيده عاد دابا اتصلت قالت لك عندهم اعراض بحال هذا شي شخص في العائله ولكن ما باغيش يزور الطبيب, ما باغيش يشوف الطبيب غادي يجيبوا له شي طبيب يشوف, واخا غير الطبيب العام يجي يشوفه في الدار الا كان ممكن, اذا ما كانش واذا ما كانش يقدروا يطلبوا يشوفوا الطبيب واخا غير يجي يشوفوا من برا ويعطيهم سيرتيفيكا. كاين سكون ابيل لوسبيتاليزاسيون دوفيس, هاد لوسبيتاليزاسيون دوفيس كيجيو الانسان كيديو للسبيطار واخا هو ما باغيش, كاين في القانون كيهزو يديو للسبيطار لحقاش هنا كتشكل خطوره, يعني كنقولوا دونجي على الحياه ديالو. نعم دونك الا كان خطوره والانسان ما يبغيش يتحرك كاع وما يبغيش يخرج يشوفوا غير ان ميدسان يدير سيرتيفيكا بلي هاد السيد راه يعني اون ديتريس ولا خصو الفو كي سوا هوسبيتاليزي, هذيك الساعه يقدروا يطلبوا سكون ابيل لاشو لوسبيتاليزاسيون دوفيس, هذه عند السلطات كتعطي الترخيص باش الانسان يديه للسبيطار. نتمنى الصحه والعافيه للجميع وان شاء الله الواحد ما يوصلش لهالدرجه هذه. دكتور سي محمد بوشنتوف الشكر الجزيل لك, والله العظيم اللي كتخلعنا دكتور قسما بالله, انا كنبدا نقلب على هاد الاعراض هادو تلقى واحد مجموعه عندي بعدا, علاش كنسولك واش كلهم يكونوا مجموعين بعدا النص فيه
اليوم كاينين. لا علاش قلت لك راه لانتونسيتي يعني الدرجه ديال لا سوفرانس. انا ديما كنقول هذا السؤال ماشي غير انت اللي كتقوليها مدام، بزاف ديال الناس كيجيو يسولوني كيقول لك انت هذا الشيء اللي كتقولوا راه عندي انا شي شويه منه. كنقول لهم مساله بسيطه يعني باش الانسان ما يبقاش الى هاد الاعراض كيأثروا على الحياه اليوميه ديالك، يعني كيأثروا على الخدمه ديالك، على العلاقه الشخصيه ديالك، على العلاقه مع العائله، وكي يعني كيضروها بواحد الصفه كبيره، خاصك تشوف طبيب. اما الانسان عنده حياه سوسيال يعني اجتماعيه عاديه، كيخدم كيدير، وهاد الافكار كتجي مره هذا ماشي نقولوا حافز باش الانسان يمشي يشوف الطبيب. يعني داخل في طبيعه البشر، هذا داخل طبيعه البشر، خصنا نفرقوا ما بين اللي هو مرضي باثولوجيك او الحاله اللي كتكون عاديه، كتفكير انسان عادي، فكره عابره كدوز، ولا اكتئاب بسيط اللي كيدوز مره ولا هذا حاله عاديه. دكتور سي محمد بوشنتوف، اختصاصي في الامراض النفسيه والعصبيه بمدينه الجديده، شكرا جزيلا. خلال هذا الاسبوع كله كيفاش ان الخلافات اللي كتكون وسط الاسره بين الزوجين بالخصوص كانت كبيره ولا صغيره، كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش نتصرفوا حيالها، كيفاش نصبروا، كيفاش فوقاش نهضروا باش ما ناثروش سلبا على وليداتنا. شفنا نقط كثيره مع الاستاذ محمد قنباعو مربي متخصص، غنحاولوا نديروا يعني ملخص، نشوفوا محور جديد ونديروا ملخص لموضوعنا. استاذ سي محمد قنباعو مربي متخصص، سي محمد صباح الخير. صباح النور استاذه. اهلا استاذ، لاباس عليك؟ على خير الله يبارك فيك. الحمد لله. اذا نحاولوا اليوم باش نشوف واحد النقيطات اخيرين في هذا المشكل ديال الصراع، ومن بعد نعطي واحد الخلاصه فيها نصائح عامه بالنسبه باش نبينوا هذا المشكل الكبير اللي كاين في الصراع. كيخلف لينا جوج ديال المشاكل، يعني مشكل على مستوى الوالدين لانهم ما مرتاحينش كيعانيوا، وخصهم يعرفوا مناش كيعانيوا، وكاين مشكل كذلك عند الابناء ديالهم خصنا نوضحوه. بالنسبه للمشكل اللي عند الوالدين كيطيحوا في واحد القضيه، اما انهم غادي يبينوا ديك الصراعات اللي عندهم محتارين واش يبينوها الابناء ديالهم، يديروها قدامهم، وهنا كيكونوا خايفين من ان الابناء يتاثروا، اذا هذا مشكل. المساله الثانيه انهم نقولوا يا اما يخفيوا هذاك الصراع، يخبيوه ما يبينوش للابناء ديالهم، ولكن هنايا المشكله هو انهم عارفينهم راه غيكتشفوه غيكتشفوه. نعم. اللي ما عرفهاش نقولوها ليه، راه غيكتشفوه غيكتشفوه. لا خصوصا مثلا استاذ الوليدات ديال 10 سنين 14 عام 16 عام ما يمكنش غتخبي عليهم، لقاش هما تقاسيم الوجه ديال الاب والام، طرق الحديث بيناتهم العاديه، واخا تبغي تخبي ما غتخبيش عليهم. ولكن راه هاد الطفل اللي عنده 10 سنين واللي عنده 14 عام راه كانت عنده عامين واربع سنين وخمس سنين، يمكن كانت هاد المشاكل. نعم يمكن هذاك تقدر تخبي عليه ما عادش نسبيا، هذا هو الاشكال نسبيا. نعم هنا فين كاين المشكل دابا، هذه اللي غادي نحاولوا نفكروها كيفاش نتفاداوها، لان راه قلت شحال هذه واحد القاعده، راه التربيه راه كتبدا من الاول، راه ما خصناش نتراجعوا، ما نقولوش بان كاين طفل ما كيعرفش، راه 4 سنين ولا 5 سنين راه ما كيعرفش راه كيجمع راه كيخزن وغادي عادي يدير رد الفعل من بعد. اذا هنايا هاد الجوج ديال كيبقاو الوالدين متذبذبين بين هاد الجوج الحوايج، واش نخرجوا ونقولوا اولا نخبيو. غادي نجيو للحل، ولكن نشوفوا المشكله ديال الابناء شنو هي. ملي كيوقع الصراع تيطيحوا هذوك الابناء بواحد المشكله اللي هي راه اخلاقيه وتربويه، هو شكون غادي يصدق؟ واش جوج دائما مخاصمين وما كينهيوش الصراع بحل، شكون اللي غادي يصدق؟ هو واش الاب ولا الام؟ يعني شكون الظالم وشكون المظلوم في هذه هي المشكله، تيخصو يولي حكم. هنا اش كيديروا الاغلبيه؟ انا تنقول لك الاغلبيه كيفقدوا الاحترام ديالهم بجوج، يعني ما كيبقى يحترم لا هذاك لا الاخر. وكاينين ابناء الان اللي كيتطاولوا على الوالدين ديالهم، كيتطاولوا على الام ولا على الاب، وغيوصل يتطاول حتى على الاب ولا غير ذلك، وهذا جاي من عدم الاحترام ديالو ليهم، اللي كان ناتج على انهم ما قادينش يحلوا حتى صراع بصير. هذه مشكله اولى. المشكله الثانيه انه تنخافوا ان الابناء يوليوا يعتبروا بان المشاجره والصراع والعنف والغوات هو الطريقه الوحيده اللي كاينه لحل المشاكل، وكيوليوا يعيدوا انتاج نفس الطريقه، كيمشي للمدرسه كيقول له الاستاذ ديالو شي حاجه كينوض كيتغاوت معاه، هو قال له غير شي حاجه بسيطه، مثلا قال له غير نوض من تما وجلس ليه، ولا هز ذاك الكتاب حطو ليه، ولا فين خليتي كتابك، كينوض هو كيغوت عليه لانه هو ولف هذيك الطريقه. بالنسبه لي هذيك هي الطريقه باش نعم هذاك اسلوب باش هذاك هو الاسلوب اللي كاين. نعم هذا هو الاسلوب. اذا انا اللي تنقول لوالدي باش نحلوا هذه المشكله هذه، كاين جوج الانواع ديال الصراعات بشكل عام. كاين ما يسمى بالصراعات اللي ناتجه على مشاكل واسباب ماديه، وكاينه اللي ناتجه على اسباب حميميه. بالنسبه للمشاكل اللي ناتجه على اشياء ماديه
يعني المصروف بغينا ندخلوا الدراري لشي بلاصه والام تقول شيء والاب تيقول شيء. نعم. الاب تيقول انا ما عنديش، الام كتقول لا سيدي نعم بغينا نبدلوا الصالون، بغينا نشروا الماكينه الفلانيه ولا الاله الفلانيه. كلهم كاع المشاكل اللي متعلقه بالمسائل الماديه انا تنقول لكم مباشره اشرك فيها سيدي الاطفال ديالك، دخلهم يتكلموا، دير ما يسمى بالاجتماعات العائليه، ما عندكش مشكل قول لهم ها اللي عندي وها اللي كاين وانا ما قادش ندير هذه القضيه هذه، وامكم كتقول مثلا قاده وهذه، وخليوا الغوات يظهر وتناقشوا ونهيوا المشكل بواحد الحل بحضور الابناء. هذا كل ما يتعلق بالمشاكل الماديه مباح وممكن انه يتناقش مع الاطفال. كتبقى لنا المشكله الثانيه هي المشاكل الصراعات الناتجه عن المشاكل الحميميه. ما معنى نعم. الحميميه هي العلاقات بين الرجل ومراته. نعم. احيانا كتوقع مشاكل، واحد تيفقد الثقه في الاخر، تيكون واحد مشكاك، عنده واحد طابع فيه الشك، فتتنوض واحد النقاشات واحد الصراعات. هادو لا، هذا باب خطير الا مشى تفتح امام الاطفال غادي يخلق مشكل اللي هو خطير. هنا الحل شنو هو؟ اما الى قدوا هاد الزوجين انهم يناقشوا هاد الموضوع، او واحد فيهم يتعقل اكثر ويطلب من الاخر انه يمشي ويناقشوها فشي بلاصه. راه موجود فين يمشي الانسان يجلس ويناقش بشويه الا قدو. ما قدوش، كاين الحل الثاني هو انه ضروري ما يشوفوا طرف ثالث، والطرف الثالث خصو يكون طرف متخصص، ما يكونش اي كان. نعم يعني ماشي الاخ ماشي الاخت ماشي عندها نعم. هذوك ما غيكونوش موضوعيين، غادي توقع الذاتيه وغادي يدخلوا فيها مشاكل وغتكبر القضيه اكثر. يشوفوا طرف محايد ولكن طرف مكون اللي عنده القدره انه يعالج هذا النوع من المشاكل، وراه بزاف ديال المشاكل اللي تحلات اللي كانت ناتجه على سوء فهم، هي كتبان عاطفيه وعلائقيه ولكن كانت ناتجه على سوء فهم، وهكذا غنتفاداو ديك الصراعات الكبيره اللي كتوقع لينا قدام الابناء ديالنا واللي كتخلق مشاكل من هذا النوع هذا. يعني وكتدخل الشك حتى الوليدات، يعني تيفقدوا الثقه في الاب ولا في الام ولا في الطرفين، وكيبداو يشكوا في السلوك ديالهم. يعني وخصوصا الا كانت ذاك المساله كتجي الام ولا الاب واحد من الطرفين، تيجيب ادله والبراهين، ها انا شفتك هنا، انا شفت التصوير عندك، شفت الشعر على كتفك. يعني الا كانت داخله في اطار الشك هذا، يعني حتى الاطفال تيساورهم الشك، تيبداو يشكوا في سلوك الاب ولا سلوك الام، وكيفقدوا يعني يمكن يفقدوا الاحترام ديال هذا الطرف هذا. وهذا خطير، خطير بزاف على النفسيه، لان انا نقول لك بان هذا غادي يسبب امراض نفسيه خطيره بالنسبه للاطفال الى طاحوا في هذا النوع من المشاكل. اذا هذا الباب يعني زعما الله يخليكم، من الاحسن انه المسائل الحميميه والعاطفيه اللي متعلقه بالعلاقه ما بين الرجل والمراه ما تخصهاش نهائيا تتار بديك الطريقه الفوضويه وديك الطريقه ديال الغوات الى غير ذلك. نعم. اذا حنا باش نحسموا، يعني انا بغيت نعطي واحد ثلاثه ديال الاشارات بالنسبه للناس باش نحسموا هذا الموضوع هذا. المساله الاولى اللي خصنا نلتزموا بها هو ان الانسان يتصالح مع ذاته. وقف وقول المشكله كاينه في الابناء؟ لا. كاينه في الشريك؟ لا. المشكله كاينه فيا، نبدا من هنا. هذه هي النقطه الاولى، نبدا من هنا، نبدا بان المشكله كاينه فيا واخا ما يكون والو. نعم. يعني الواحد ما دمت طرف في الصراع اكيد كاين شي حاجه فيا. نعم. مسألة حتمية. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى حيد المشكل اللي كاين في الأبناء، اللي كاين في الشريك ديالك سواء الزوج أو الزوجة، وبدا من الأول منك أنت. المسألة الثانية هو الإنسان يصغر راسه، ما يبقاش ذاك يكبر الإنسان المشاكل، يصغر راسه بأنه راه حتى هو مخلوق بحاله بحال الآخرين، تيخطأ وتيمكن له يصيب في بعض الأحيان وخصو يتصنت الآخر. هذه الثانية باش يمكن لينا نوقفوا هاد الصراع هذا. المسألة الثالثة، واليوم الجمعة وحنا مسلمين وكنآمنوا بالله وكنآمنوا بالدين ديالنا، يعني الإنسان يراجع شوية الكونت بونكير. أنا تنقولها هكا، يراجع الحساب البنكي ديالو مع الله سبحانه وتعالى. راه مني كيمشي الإنسان وكيتواجه مع الله راه كيعرف راسه. يعني كيولي واش ظالم ولا مظلوم. نعم. كتنكشف السريره ديالو. اكيد. ملي كيرجع الله سبحانه وتعالى كتنكشف السريره ديالو والعيوب ديالو وربما التمادي ديالو في بعض الاخطاء، وهذا يقدر يساعدك شي شويه كاي انسان. كلنا يساعدنا هذا الرجوع هذا، لاننا نعرفوا فين كاين الخلل بالضبط، لان كاينه بعض المشاكل اللي زعما الله يحسن العوان
في بعض الأسر راه تتكبر لواحد درجة اللي هي خطيرة. فالرجوع الله سبحانه وتعالى كذلك ونعرفوا الرصيد ديالنا معاه راه يمكن يساعدنا بواحد الشكل كبير في حل هذا النوع من المشاكل. يعني نتقي الله في أنفسنا وفي أزواجنا وفي وليداتنا، يعني نحاولوا ما أمكن نراجعوا ونعترفوا بالأخطاء، وأكيد كنكونوا عارفين فوقاش حنا زدمنا في الحوضة أستاذ. يعني منين كنكونوا دايرين الخطأ راه كنكونوا عارفين، وبعض المرات يعني ما دام الإنسان ما عرفش ما حسش بهذه المسألة هذه ما حسش بها كنتمادوا. يعني الله يتجاوز علينا، الله يسمح للجميع. والأساس كيف ما قلنا الأساس ديال أي علاقة أسرية هي الرحمة والمودة والسكينة، يعني خصها تكون باقية وخصها تكون نموذج لوليداتنا باش نشجعوهم تهم هما يأسوا أسر إن شاء الله بإذن الله فيها هاد القيمة هذه. نعم، وهذا ناقص، يعني كيبقى الإنسان مرة هاد التذكيرات اللي كنديرو باش الإنسان يدير ديك الوقفة ويوقف ويقول أنا فين بعدا وسط هاد المعمعة كلها. لأن كاين بعض الناس، بعض الآباء أو أمهات اللي راه باقي بعيد بعدا عن المشكل، باقي ما عطمش فوس المشكل اللي كتعيشه الاسره ديالو. فهاد الوقفه راه ضروريه، وكيف ما قلنا الرجوع الى الذات، الرجوع الى الله سبحانه وتعالى وطلب المساعده. هادو هما ثلاثه الاشياء المهمه. شكرا جزيلا، الله يجازيك بخير استاذ، يعني تضع يدك على الجرح تمام. الله يوفقك للخير ان شاء الله دائما. نتمنى نلقاوك ان شاء الله قريبا في الاسبوع ما بعد الاسبوع الموالي باذن الله بخير وعلى خير. غنتلاقاو في موضوع جديد. كنتمنى لك جمعه مباركه وعطله نهايه أسبوع موفقة، والله يصلح وليداتنا وليداتكم مستمعنا. اللهم أمين. مع السلامة أستاذ رشيدة. صباح الخير. لاباس عليك، عواش مبروكة وجمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله. الله يباركك علينا عليك. الله يسلمك. تحية لك وتحية لطاقم برنامج. الله يباركك. لا عاتي كنسمعوا واحد التشويش في الهاتف. لا حتى انا كاينه برا كاين البرد. كاين البرد. حاولي شي بليصه مدرقه. الله يجازيك بخير رشيدة باش نسمعوا صوتك مزيان وناخذوا الوصفه اللي غتقدمي لينا. شنو غتقترحي علينا؟ نقترحكم واحد الوصفه كيقولوا الزميطه، عندنا هنا معروفه الزميطه. الزميطه ماشي ديال رمضان هذه ياك؟ هذه ديال البرد. ديال الخروب. نعم ديال الخروب. كنحتاجو تقريبا واحد كيلو ديال الخروب. كيلو ديال الخروب وتقريبا كيلو ديال الطحين مساوي، يعني بحال الخروب بحال الطحين. وكيلو ديال الطحين يمكن الطحين ديال القمح ولا ديال الزايا يكون حرص ديال القمح. وهكا معلقه من بسباس وحبه حلاوه وكرويه وقزبر وحبوب. حبه حلاوه والبسباس والكرويه. نعم. وشنو اخر قلتي لنا؟ حبه حلاوه والبسباس والكرويه والقزبر والقزبر حبوب. داك المنطقه حبوب زريعه. الخروب كنشدوه كنقولوا من زريعه. الله بلاتي الله يجازيك بخير. غير نعاود قلتي لنا دي زميطه فيها الخروب، فيها كيلو د الخروب وكيلو الدقيق، يعني نفس القياس ديال القمح وديال الخروب. عندنا معلقه كبيره ياك ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال الكرويه، ومعلقه كبيره ديال القزبور مدقوق. اللي ما كيبغيش هاد الزراره بحال كما لا طعمهم هذوك بثلاثه، البسباس وحبه حلاوه والكرويه متشابه، يعني كنديروهم حتى في الخبز تيجيو مزيانين. هادو مزيانين. القزبر حبوب حتى هو الطعم ديالو زوين، غيتواتى مع الخروب. وباش نجمعو كنجمعو من زيت العود، زيت الزيتون. كنحتاجو الخروب كنهرسو نحيدو ليه العظم ديالو. كنقلوه كنطحنوه كنشدو داك الطحين وكنحمرو في داك الطحين. واش ديال القمح نغربلوه مزيان نخليوه غير رطب فيه ولا يكون شويه حريرش؟ لا خاص يكون حرس باش دي زميطه حرشه زينه. نعم كنحمروا الخروب ونطحنوه. ايه وكنحمروا زرع داك الطحين ترضى. وكنزيدوا عليه هذاك الخليط القزبر والبسباس والحبه حلاوه والكرويه. ونخلطهم بالزيت، نبعهم الزيت زيت تخلطوا بالزيت البلديه. يعطيك الصحة. أنا أول مرة كنسمع هاد السميطة رشيدة، وأكيد غتكون صحية وغتكون زوينة في هاد البرد هذا. لذيذة تكون مزيان. صحية ولذيذة في نفس الوقت. قول لي هذه مع شي كويز ذاتها ياك رشيدة. أي. اللي بغيت نقول اللي ما جات هكا شوية ناشفة يزيدها شوية ديال الحليب. حتى الساعة اللي نبغيو نقدموها نزيدو شوية ديال الحليب.
باش ما تحس كتحس نعم تتكون ناشفه حتى نبغيو نقدموها. دابا هذه ممكن تخبى بزيت البلديه هكا تديروها في حكيك وتتبقى مزيانه قبصه الملحه ومنين ولا بغينا نقدموها مثلا جاتنا ناشفه بزاف تنزيدوا فيها شويه ديال الحليب واش كان ملي كتبغيو تحطوها في الطبسيل دوزوها واش كديروها كويرات كتخليوها هكا مشتبه بالمعلقه كتكون هكا شويه ناس خلي يدير شي طبيسيل هكا يقلب بالمعلقه تتكل بالمعلقه الله يعطيك الصحه شكرا جزيلا انا رشيده يعني جبت هكا ناشف يزيد هكا ويزيد الحليب نعم يعني حتى الساعه بساعتها الحليب ماشي متخباش به باش ما يخسرش ياك اي تاكل ياكلها اللي عجبتها كيكلاتها كياكلها الله يعطيك الصحه شكرا انا رشيده بارك الله فيك الله يخطيك صباحك مبروك لاله تحيه لك وتحيه لكم برنامج كامل الله يسلمك لالا شكرا جزيلا على مشاركتك رشيد عند نورا صباح الخير نورا ومرحبا بيوسفيه اهلا وسهلا صباح النور الاخت صباح كي صبحتي لاباس عليك لاباس الحمد لله كديري نتوما كدير الطاقم كامل كلشي لاباس كاين شي برد وشويه البرد والشميسه ايوا لالا بصحتكم بالشميسه والله يعاونكم على البرد ربي يخليك قول لي نورا اش غتقترحي علينا انا كاين واحد الحلوه ديال الياغورت السائل والكوك يلا حلوه الياغورت السائل نص كيلو ديال الكوك مطحون مزيان نص كيلو ديال الكوك جوج الياغورت السائل احمر داك الاحمر ديال الرمان كاس صغير سكر كلاصي كاس صغير ديال السكر كلاصي شكلاط الاسود والابيض مذوبين وصحنا الشوكولات الكويطات ما نحتاجو يعني الشوكولات ما عندناش القياس غنبقاو نذوبو طريف ولا احتاجينا نزيدو نذوبو طريف اخر وصافي ياك داكشي نعم قلنا نص كيلو ديال الكوك مطحون جوج حكاك ديال الياغورت السائل ديال الرمان عندنا كاس صغير ديال السكر كلاصي وعندنا الشوكولات الابيض والشوكولات الكحل الكويطات اللي نحتاجو باش نديرو الحلوى كنطحنوا هذاك الكوك اللي عندنا وتنخلطوا به هذاك الياغورت والسكر نعم كنعجنوا مزيان باليد ديالنا وتنديروا مكويرات صغار وتنديروا مزدك الكويطات وتنخويو عليهم الشوكولات نعم والنص كنديروا فيه الشوكولات الكحل ونذوقوه بالبيض من الفوق خطيبات والعكس كنديروا بالنسبه للشوكولات الابيض يعني كنديروا شويه هكا نغطسوهم كاملين في الشوكولات كحل وكنجبدوهم نحطوهم من الافضل ياك في شي فوق البلاستيك ولا فوق البابي الومنيوم باش منين نجيو نقلعوهم كيتقلع داك الشوكولات كيبقى الكره مقاده لا راه عندي ديك الكويرات عندي وسط الكويرطات ديالنا في النيشان ديك الساعات في الكويرطات ديالهم باش يلصقوا فيهم باش نخو عليهم الشوكولات نيشان في تنديروا الكره نحطوها ونخويو عليها الشوكولات ولا كنغطسوا الكره في الشوكولات لا كنخويو على الشوكولات من الفوق نعم تتغطى بالشوكولات كتغطى بالشوكولات اللي درنا ليه الكحل عام ذوقو بالبيض واللي عنديرو ليه البيض عنديرو ليه الكحل يعني النص هكا والنص هكا كيجونا جوج انواع ديال الحلوى نورا ياك اييه تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه سهله وما فيهاش المقادير وما كتاخذش الوقت هذه غنعطيوها حتى الوليدات الصغار يصاوبوها معنا البنات الوليدات يعاونونا لو جدنا لهم هما يشكلوا الكويرات تبارك الله عليك شكرا نورا العفو نعطيك كيك ديال الجرده السوداء يلا تفضلي كيك فيها أربعة البيضات فوغي نواغ ياك اي الغابة السوداء الغابة السوداء نعم أربعة البيضات أربعة ديال البيضات أربعة المعالق ديال الشوكولات المر أربعة المعالق ديال الشوكولات المر غبرة ياك اي غبرة ثلاثة الخمارات حمرين ثلاثة ديال الخمارات الحلوة فاني كاس ديال الماء كاس ديال الماء كاس المعلوم نعم ديال العنبة كاس ديال الزيت كاس ديال الزيت كاس ونص ديال السكر وكاس ونص ديال السكر سكر سنيدة والدقيق شحال الدقيق تقريبا؟ كنخلطو عينا ميزانة يعني الكيك راه معروف السيدات كاع كيفاش كيعرفو يعني ما غيكونش قاصح وما يكونش ما يكونش خفيف بزاف إلا كان قاصح ما غيطلعش ولا كان خفيف بزاف غيجي ميدوم ما غيجيش مزيان هو ما غيطلعش غيبقى هابط نعاودوا المقادير إلا سمحتي الله يجازيك بخير قلتي لنا بالنسبة لهذا الكيك بالشوكولات الأسود عندنا فيه أربعة البيضات أربعة المعالق كبار ديال الشوكولات المر الشوكولات غبرة اللي كنشريو من المحلات اللي كتبيع الحلوى ثلاثة الخنيشة ديال الخميرة واحد الخنيشة وحدة ديال الفاني كاس ديال العنبة باش غنعبرو ديال الماء
وكاس ديال الزيت وكاس ونص ديال سنيده والدقيق في الاخير غنديروا قياسنا راه في يدينا غنبقاو نديروا بشويه بشويه حنا كنخلطوا وغنشوفوا القياس ديال الكيك ياك وغنحتاجوا الفواكه باش عندنا زينه في الاخير فواكه الخضراء ولا الفواكه الخضراء اي حاجه موجوده عندنا في الدار الكيوي التفاح البنان نعم اي نوع اي نوع كاين عندنا لا كانوا كاع متوفرين كثر نديروهم كاملين نعم هذاك الشيء اللي سمينا الجرده السوداء فيها بزاف ديال الفواكه تفضل لا لا موجوده كاملين نزينوا بها ناخذ الطريق تفضل لا لا نخلطوا كلشي المقادير اللي عندنا نخلطوا مع هذا البيض البيض ما نديروش الخمير والدقيق نعم نخلطوه مزيان وعنقصوا من داك الخليط عنقصوا كاس يعني كنخلطوا كلشي باستثناء شنو الدقيق البيض والدقيق والدقيق والخميره والخميره هادو وناخذوا كاس من هذاك الخليط من داك الخليط نحيدوا كاس باش غادي نسقيوها في الاخر نعم من بعد غنزيدوا البيض ونزيدوا الدقيق والخمير على في الاخر هادوك غنزيدوهم نعم غنخلطوا مزيان غنخويو الكيك ديالنا في مول يكون مدهون بالزبده نعم الأحسن يكون مول مربع وعندخلوا الفران عندنا عادي تغطي بيه الفران يكون بارد الأحسن يكون الفران بارد تندخلوا الفران عاد نشعله يكون بارد ما يكون سخون باش تطلع مزيان هذه يعني انا عمري ما جربتها ولكن شحال السيدات تاكدوا عليها يعني الكيك نشعلوا وندخلوا الكيكه ديك الساعات ماشي نديروا ماشي نشعلوا الفران ونبداو نصاوبوا الكيك لا انا حتى كنوجدها حتى كندير الفران عاد كنشعل عليها بالمره ماشي نعم صافي كطيب الكيك ديالنا كنخرجوا كنسقيوها بداك السيرو اللي عندنا داك الكاس اللي خلينا داك الكاس اللي خلينا كنسقيوه به من الاحسن الا كان في الكيك سخون يكون سيرو بارد نعم ولا العكس ولا العكس يعني هي منين نخرجوا هو باقا سخون على الاخر راه كيكون محضر نخويو عليه هذيك الساعات وهي سخونه داكشي ايه ها وكنزينوا بالفواكه ديالنا كنزينوا لها النص ديالها نعم الفواكه ما كنديروا فيهم حتى شي حاجه غير كنقطعوا لا كنقطعوها ونغسلوها مزيان ونقشروها ونديروا لها اشكيلات كيف نقطعوها ندير لها اشكيلات بحال التفاح نقطعوه اشكيلات نديروا قطعة أكبر من قطعة بشوي بشوي باش تجينا بحال شكل وضع بحال دريجات مثلا غير بحال دريجات نعم يعني تزين بالفواكه الشكل تبارك الله راه كاين حتى اللي بغات شي فكرة راه كاينين تبارك الله المواقع ديال الحلويات تشوف الفكرة هي الأساس ديال الكيك هو كاين خصوصا حنا على أبواب السنة الميلادية والناس يبغيو يستهلكوا هاد الحلويات وما فيها بس تبارك الله منها التوفير ديال الفلوس ومنها أصلا حتى تكون عندنا تنتمرسوا على صنع الحلويات ملي كنبداو نديروهم في بحال هكذا في المناسبات كنرجعوا كنعرفوا نديروا الحلويات مزيان تبارك الله عليك نورة شكرا على الوجب شنو غتقترح علينا جمعة صباح الخير صباح الخير لاله جليله كصبحتي لاباس عليك الحمد لله نسولك على البرد ولا نقول لك عندكم البرد جمعة ياك بغيتي نصيفط لك شويه والحمد لله هاد الشميته هاد ليامات لاباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله فوقته ما يتلم ما تيتلمش الله يعاوننا عليه ويعطينا الصحه والقوه باش نقاوموا البرد داك الشيء اللي كاين اللهم امين قول لي جمعه اش غتقترحي علينا لاله قبل ما نقترح عليك كنشكر داك السيده اللي دار داك الخبيزات نهار الاثنين الله يعطيها الصحه جربتيهم؟ جربتهم قزلان كيجيو بعدا الكوتي والفطور ولكن اللي كيدير الريجيم ما يكفيهمش حيت فيهم شويه ديال الحلاوه ممكن نحيدوا السكر السكر غير باش لا ما تيحتاجش على قضية السكر كيجيو بنان غناكلو بزاف كيجيو بنان تاكليهم غير بوحدهم بلا حتى حاجه كيجيو بنانين والله يعطيكم الصحه جميع كلكم كتعطيونا افكار زوينه هي هذاك الخبز اللي ما تيتعرك حتى اللي كتاف هذا الرينها راه ممكن تصاول داك الخبيز ياك جمعه ما كيتقرس ما كيت يعني والو ساهلين ما تقرصي ما ديري منديل ما ديري هذه مقلب في المطرح ما دير هنا الله يعطيك الصحه ديرك تما طاخشي في الفران وجبد ايوا لا هذا هو الخبز ياك هذا هو الخبز ديالنا حنا اللي رجع شويه فينا شويه دلعكز ياك ما فينا ما يعراك بصح وانا شحال من مره كيقول لي راه ندير خبيزات صغيرين ندير ديك الخبيزات ما كنعرفش نقرصهم واني هذه الطريقه هذه كتساعد زوينه كتساعد وكيجيو كلهم حاجه نفس الحجم كيجيو نفس الحجم والله الا زوينين زعما الله يعطيها الصحه زعما كنستافدوا ونطلبوا ربي نفيدوا حتى حنايا اللهم امين جمعه وتبارك الله عليكم زعما كلهم السيدات كيعطيونا افكار زوينه من خلال الوصفه تنجمعوا مجموعه
الافكار واخا ما غنكونوش كنديروها هي في حد ذاتها، ولكن كناخذوا افكار باش نديروها ونوظفوها في حاجات اخرين اللي كنديروا في يوميا. قول لي جمعه شنو غتقترحي علينا انت؟ غنقترح عليك انا لا سردين بحال العلب، عند واحد ماشري ديال العلب نديرو حنا في الدار. اييه تفضلي لالا. نديرو لالا كيلو ديال السردين. كيلو السردين، واش كاين شي شكل ديال السردين كبير صغير؟ الكبير كيجي زوين، تحيدي له الشوك السلسل وديريه، اولا حتى السلسل ديالو كيجي مزيان ماشي مشكل. نعم. يعني كيلو السردين. تفضلي. كاس ديال الزيت. اللي بغى يخلط يخلط، اللي بغى يدير غير الروميه يديرها. كاس الزيت مخلطه. وكاس ديال الماء قد نص الكاس ديال العنبه. كاس ديال الماء. ونص ربع كاس ديال الخل الابيض، غير ربع. ربع كاس ديال الخل الابيض. وربع ومعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. وبصله كبيره تكون البيضه، الا كانت البيضه حكيها، الا ما كانتش البيضه ديال الحمراء غتشلد، يعني الحمراء الا تحكات كتلقى واحد المروره. حتى اللون ديالها تتغير اللون ديال الحاجه اللي حطيتيها فيها. كيغير وكيزرقها هو. واحد ربعه دروس الثومه صحاحين هكا كيديرهم الواحد. ثم على حسب اللي بغى، اللي بغى يقلل اللي بغى يزيد ماشي مشكل. وريقه سيدنا موسى الا كاينين. نعم. وشي جوج عريشات الزعتر، المهم هذا الشيء اختياري ماشي، يعني الواحد يختار النكهات اللي كيبغي اللي كيبغي، وشويه الملحه. نعم. خلطي هذا الشيء في الكوكوت مزيان، هاد البصله وداك. نعم. نعاودوا بعدا نعاودوا الا سمحتي. عندنا كاس ديال كيلو ديال السردين كبير، من الافضل يكون منقي مزيان، حيد له ذاك الزكاي ديالو، ذاك الجلده ديالو اللي كتكون هذيك القشور ديالو. عندنا كاس ديال الزيت مخلط ديال العنبه، الا بغينا الزيت غير البلديه بوحديها ممكن ولا نخلطو؟ ممكن ممكن، اللي بغى المذاق ديال البلديه ممكن. ومن الافضل كاس ديال العنبه هو اللي غنعبروا به. كاس ديال العنبه. نفس القياس ديال كاس الزيت هو الكاس ديال الماء. ديال الماء. ربع كاس ديال الخل الابيض، من الافضل الخل الابيض. معلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك، واحد البصله الا كانت حمراء نقطعوها شرائح، كانت البيضه كنحكوها. مشلده مشلده طريفات. مشلده طريفات صغار. إذا كانت البيضة نحكوها. والبيضة محكوكة. البصلة بالبيضة ماشي بيضة، عندك يسمعنا الناس. يعني البصلة إلا كانت عندنا البصلة الحمراء ما نحكوهاش، غير نقطعوها طريفات. إذا كانت البيضة نحكوها. نحكوها هو. نعم. الثوم يعني قلتي لنا عطيتينا أنت ربعة ديال الثوم صحاحين هكا. السيدة تيديروا القياس اللي بغاو. جوج ولا ثلاثة الوريقات سيدنا موسى وشوية الزعتر. صافي ومليحة. والملح. صافي كتخلطي هادشي في الكوكوت مزيان، كتخلطيه وكتطفي داك السردين وتسدي الكوكوت وديريه على نار مهيله بحال اللي غادي يطفى. مهيله بحال اللي غطفيها، يعني يلاه يكونوا كسميتو كتخليه ساعتين. غير هذاك القياس ديال الماء وديال الزيت صافي. ساعتين، وليني البوطه قلت لك ماشي دوزيها على درجه ثانيه، يعني بحال اللي غادي تطفيها غطفيها حتى يبقى وشعلي غير داك. بعض المرات البوطه راه ما كتبغيش ترجع لنا هكاك مهيله، ممكن نحطوا شي حاجه تحت الكوكوت باش تمصص شويه الحراره. لا لا تنقص من المكانه. تقدر تنقص من المكانه. ديال اللي مصوبه فيها القرعه ديال البوطه. نقصوا منها. نقصوا منها اولا ملي كنبغي انا شنو كندير، بحال اللي كنبغي نطفيها. ملي كنبغي نطفيها يلاه غادي نوصل للحد كت يعني كيتنقص. كيتنقص. تنقص ما امكن يعني على نار مهيله لمده ساعتين والكوكوت مقفوله عليه. اييه مده ساعتين. كيجي زوين. واش ما كتصفرش الكوكوت على ديك المستوى ديالها؟ لا لا ما كتصفرش، كتنعي داك هكا وكيعطي الريحه صافي. ساعتين راه صافي كيكون واجد وكيكون فيه المريقه، فيه كل شيء زعما، ما تقوليش انه غادي يجي ناشف ولا يجي. السردينات هكذاك صحاحين كنحيدوا لهم غير ديك المصارن ديالهم داك الشيء، بغينا نخليهم حتى بالشوك الوسطاني نخليهم. خليهم بالشوك كتخليهم. بغينا نحيدوا الشوك كنعاودوا نطويوها على جوج. ياك. اييه كطويها على جوج وتديريه. نعم، الله يعطيك الصحة، شكرا. باقي الوقت نعطيك واحد الطريقة ديال واحد الوصفة ديال الريجيم. تفضلي ديالاش. ماشي طويلة. لا ما طويلاش، اللي ما كياكلوش الليدام أولا بحال اللي غتخرج مع عملية ولا شي حاجة ممنوع عليه الليدام ولا شي حاجة، هادي كنديرها زعما حتى تفضلي حتى لواحد العشاء خفيفة كتجي زوينة. بحال دابا الطريفات ديال الدجاج ولا اللحم ولا البقري ولا الغنمي اللي كاين، المهم اللي محيد له اللحم راه غادي يدير الدجاج. اللي كديري لالا داك الملح، داك الدجاج كتشرم ليه غير بالملح والكمون. ملح وكمون. غير الملح والكمون لا غير، وكتشلضي جوج بصلات في الكسكاس الكوكوت. نعم. تشلضيهم في الكسكاس وتحطي عليه، وفي الماء غادي ديري جوج دريسات ديال الثوم تلوحيهم صحيح.
داك داك الدجاج اللي كدير فوق داك البصله كتسدي الكوكوت اولا اللحم ولا شي حاجه حتى كتبقى واحد 20 مينيت ولا ربع ساعه باش يطيب. كتحيدي تطفي عليه تحلي عليه كتلقاي الدجاج قريب يطيب اولا اللحم قريب يطيب. كتقبطي لالا واحد جوج بطاطات هذه غادي نقول لك على شخص واحد. لا بلاتي ما ضعت في وسط هذا الشيء هذا. قلتي لنا طريفه اللحم ولا ديال الدجاج واللحم الغنمي ولا البكري اللي عندنا طريفه اللحم اللي عندنا كنديروهم تنشرملوهم بشويه الملح والكمون. كناخذوا جوج ديال البصلات كنديروهم في الكسكاس الكوكوت مقطعين مشلضين مقطعين طريفات صغار في الكسكاس الكوكوت وكنرصوا فوق منهم اللحم. كنديروا فوقهم داك اللحم ونسدوا الكوكوت. والثومه فين فين مرحله الماء نديروها في الماء الماء اللي في اللي تحت نعم اللي تحت ما نديروا فيه حتى شي حاجه لا حامض لا حتى حاجه ما نديروش في الماء باش ما المهم كديري هذا الشيء وما تكثريش الماء بزاف شوية. يعني فهمتي الماء غير القياس باش غيطيب داك اللحم. نعم الا درتي بزاف حتى الكسكس غتغرق غيغرق في الماء. داكشي حتى الا جاك الماء انا المهم جاياك فاش قرب يطيب داك اللحم ملي كتحلي عليه كتلقاي قرب يطيب كتقبطي لالا واحد جوج بطاطات كتقشريهم وتقسميهم بالطول كيجيو جوج مصوصه. يعني كتقسميهم بالطول وكديريهم في داك الماء باش قلت لك انا ما يجيش الماء كثير. كديري داك البطاطا في داك الماء وكتقلبي عليها داك الدجاج وداك البصله على داك البطاطا يعني ما كيبقاش داكشي بالكسكاس كتقلبي عليه في الكوكوت. نعم فهمتيني كيفاش؟ اييه صافي كنحيدوا الكسكاس كنحطوا كلشي دابا يطيب مع بعضياته. اييه غادي تقلبي داكشي اللي في الكسكاس تقلبي على داك البطاطا اللي في الماء باش ما يجيش الماء للقياس فاش تطيب البطاطا يبقى الماء. وتقلبي وتسدي كمل داك اللحم طيابو وداك البطاطا وردي عليا الخبر. يعني حتى الناس اللي كيكون دايرين الريجيم اللي ممنوع عليهم ليدام كيكونوا ممنوعين من المرقه ممنوعين من سميتو. نعم يعني هذه تطيبي بلا زيت بلا حتى شي حاجه في نص الطياب كيدوز ان داك اللحم مع البصيله فوق في الكسكاس ديال الكوكوت. من بعد ملي كنديروا البطاطا في الطاوة كنردوا كل شيء على بعضياته كنحيدوا الكسكاس صافي غيطيب دابا الطياب العادي غير بالملحه والكمون. الله يعطيك الصحه شكرا جزيلا. لا شكرا على واجب. هذه كيغمس فيها حتى الواحد ملي كيغمس في المريقه بعد انها صحيه ما غضروش وفي نفس الوقت كتفيدو. الله يعطيك الصحه شكرا. يعني ما كانش مقادير بزاف جوج ديال البصلات مشلضين مقطعين طريفات صغار عندنا شويه ديال اللحم اللي متوفر شويه ديال الملح والكمون وجوج بطاطات. تبارك الله عليك يا جماعه. نتمنى نلقاوك ان شاء الله عما قريب مستمعينا. وصلنا لنهايه حصتنا الاذاعيه. شكرا.